حياكم الله مشاهدي برنامج صباح دجلة. اليوم راح نكون في جولة مميزة بالمعرض المقام بمحافظة كركوك. طبعا هذا المعرض هو لدعم المنتوج الوطني والمنتوج المحلي بالمحافظة. المشاركين بالمعرض هو عدد من الهاوين للصناعة المحلية وأيضا عدد من الشركات المحلية الموجودة بمحافظة كركوك. ابقوا ويانا، راح ناخذكم بجولة نتعرف من خلالها بصورة أكثر على ما موجود بهذا المعرض. وصلنا إلى أحد الأكشاك اللي تديرها طبعا هي فتاة. هاي الفتاة هي معنية بإنتاج العسل واستخلاصه من اللي هو العسل الطبيعي. خلونا نتعرف عليها بصورة أكبر. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. أنا سارة، مربية نحل من كركوك. عندي محل وعندي منحلي الخاص بي. شنو الصعوبات اللي لاقيتيها ببداية مشوارك؟ واجهت صعوبات أول ما بديت بهاي المشوار، وأكيد أول مرة ساندني أبويا، وراها أني ورا وفاة والدي أني تحديت نفسي وصرت إنه أنا أنجح هاي الشغل، والحمد لله والشكر نجحت بهاي المهنة. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. اسمي هوار. أنا أشتغل هنا بمواد تجميلية طبيعية 100%، معمل أميان، هي معمل موجودة بسليمانية. نشتغل بها مواد طبيعية، زيوت، كريمات، صابون، كلها يستخدم المواد التجميلية، هي معادلة للمواد الموجودة بالسوق. المواد التجميلية إنما هي طبيعية. شنو اللي دفعك أو شجعك حتى تشاركين بهذا المعرض؟ إنه إحنا نحاول يعني نشجع المواد المحلية أكثر شيء، وما بيها مواد كيميائية، يعني هذا ما بيها أي أضرار أكيد. زين، وين تريد توصلين؟ يعني أحب أوصل إنه نستخدم بعد أكثر المواد المحلية، يعني ما نحتاج بعد لمواد المواد اللي يجي من الخارج، إحنا موادنا أحسن. زين، هنا جاي نشوف مجموعة من الصوابين، مجموعة من الزيوت، ممكن يعني تنطينا فد نبذة عن أي شيء؟ خلينا نبدي منك. هنا عندنا هاي الماسك الكركديه مثلا، ويا هاي الماسك تخلينا على تخلي على الوجه، هي على مود شنو؟ التوحيد البشرة، لون البشرة، تخلي هاي الماسك هيجي فد 20 دقيقة ربع ساعة، بعدين تغسلها ويا هاي الصابون مالته. تمام، هذا خاص بي، هذا للتوحيد البشرة. عندنا هذني هاي الكريم يعني يخلي للترطيب مثلا. عندنا هنا غسول، اكثر شيء احنا بناتنا البنات نستخدم غسول، او مثلا نستخدم للحب الشباب، كلش منتشر بين الشباب. زين، واكو هنا زيوت عندنا مهمه كلش للشعر، تقويه الشعر. عندنا زيت خروع، عندنا زيت اللافندر، هذا كلش زين، وهذا خلطة من مجموعة أعشاب، خلينا نقول مجموعة زيوت. وعندنا زيت الجوز الهند همينة، هي كلها مفيدة للشعر. شفنا هاي الجولة إن شاء الله، فنتمنى لك الموفقية ونتمنى لك إن شاء الله توصلين لهدفك مقدمة ويكون عندكم المعمل الكبير إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يخليك، مع السلامة. احنا عندنا مشروع دوازن امهات طقطق لانتاج بيض التفقيس وافراخ فروج اللحم، ومعمل علف لانتاج الاعلاف، ومعمل تجفيف الذره، ناخذ الذره من الفلاحين وقت الحصاد، وقت موسم الحصاد. وعندنا مجزره الاعتماد للدواجن، دجاج طازه، يعني على اسم دجاج طازج. عندنا انتاج يومي نجيبه للاسواق العراقيه، اربيل، سليمانيه، دهوك، بغداد، هاي المحافظات الموجوده. هذا انتاجنا، يعني تقدر تسمي انه من انتاج بيض التفقيس لحد الدجاج موجود عندنا، كله انتاج محلي عراقي. معملكم شو وقت بدا بالعمل؟ بالنسبه للمشروع ام هذه، يعني من ايام الثمانينات احنا عندنا هاي المشاريع، والمجزره نفس الحاله.
نشغل العاملات اكثر شيء، يعني شغل العاملات والعمال الموجودين، يعني عاملات ماهرات عراقيات يعني، وانتاجنا يومي يعني يجي للاسواق، ومده النفاذ مال الدجاج 72 ساعه مكتوب على المنتج بالنسبه للطازج، وبالنسبه للمجمد